استيقظ الوسط الفني ومحبو الفنانة المصرية رجاء الجداوي على مفاجأة حزينة، هي خبر إصابتها بفيروس كورونا. ابنة الجداوي أميرة مختار كشفت عبر حسابها على فيسبوك فجر اليوم عن إصابة والدتها بالفيروس المستجد ونقلها إلى مستشفى العزب بمحافظة الإسماعيلية بعد أن أصيبت بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، كما أوضحت أن والدتها أجرت التحاليل اللازمة وجاءت النتيجة إيجابية. علقت ابنة الجداوي قائلة: أرجوكم ادعوا لأمي. وبحسب مصادر لصحيفة اليوم السابع المصرية، حالة رجاء الجداوي مستقرة وهي الآن في غرفة عادية بمستشفى، وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس. فور إعلان إصابة الجداوي صدر اسمها قائمة الأكثر بحثاً على جوجل في مصر، وأيضاً قوائم الأعلى تداولاً في تويتر في أكثر من دولة عربية. الجدير ذكره أن إعلان إصابة الجداوي تسبب بصدمة، كون أنها كانت تصور مشاهد من عملها الرمضاني رهبة النسيان، وذلك حتى قبل 3 أيام فقط، كما نشرت صورة تجمعها بفريق وأبطال المسلسل عبر حسابها على إنستغرام، معلنة الاحتفاء بانتهاء التصوير وموجهة الشكر إلى جميع المشاركين. وبحسب موقع مصراوي، فإن الفنانة الكبيرة اختلطت بعدد كبير من فريق العمل خلال الأيام الماضية، منها دينا الشربيني ومحمود قبيل وآخرين، حيث تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل في 27 من رمضان. وأكد الموقع أنه أصبح من الضروري الآن على فريق العمل الذي رافق رجاء الجداوي خلال الأيام الأخيرة إجراء الفحوصات، مضيفا أن الجداوي كانت أكثر شخصية بين فريق العمل حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لعدم الإصابة بالفيروس، وكانت تحضر إلى التصوير بالكحول الخاصة بها والكمامة والقفازات حتى في منزلها، كانت حريصة على تنفيذ جميع الإجراءات.